check it. يا ولي يا ولي، ده انت بالبيت طب ودحق النسوان شلون يا ولي؟ وانت تسوين قصايب؟ اصحى كل ما وين انت؟ وين انت بالبيتونه؟ بالبيتونه تانك انت مطيرجيه؟ ايش عندك فوق البيتونه؟ حرام لحضرك. اذا انت بالبيت انا راح اعطيك بلوك منه، وتعال طب بالبيت وشوفي، شوف النسوان وتعلم شلون تصيرين مره نفس. مين بتكون زهرة يا حس حس؟ مين زهرة؟ بلوك حضرتها ما كنت اعرفها، هسه ما اعرفها. حضرتها كنت بنيه ما ادري منين. هلا حرام تحضرها. لا والله تستاهل. طب انت بتريد حدا يقول لك؟ هلا اذا لقيت انا احلى منك ببعث لك فويس بقول لك رح احضرك يا حس حس. هي مو شغلة حلا، لو شغلة حلا يعني كان دورت. يعني بصراحة اكو هواي حلوات، بس المشكلة مشكلة التكامل، انه يعني ما اقصدك، بس انه انت يعني متكاملة، شكرا. يعني الى درجة تسوين هيك تصير ورد احمر ما ادري وردي، يعني تخايل. وهاي ايدينها الزرق تحط صوري. مرطب والله دزت لي صورتها بدون فلتر، حاطه كريمه ساس لدينها. يا ولد فوندير شنو يحطونه للوجه تحطه لدينها. واحد يحط كريمه ساس لدينها. حتى السمرة حلوة، شو بيك يا حس حس؟ اي والله. ايه ضحك. ها داست وجهها صار وردي، يعني تفضل. والله أنا عندي هالمشكلة، يعني ليك شوف شفت بتضايق من هالشغلة. سيرين شو سوي هيجي؟ بيضة يعني ما أنا ما بحب أتعرض للشمس، ما بحب شو أمر اسمها شو بيضة. اسمها؟ مين؟ اللي قلتيها قبل بيضة شوية. بيضة. بيضة. ليك ابليس تعرف شو تحكي احنا نقول لبناني يا بيع حس حس؟ بيع تعرف تحكي لبناني حس حس؟ بيضة يا ولد، واحنا هنا انا مقضينها بيضة. يا يوم ما شلون شفت لوحدة بيضة تخبر انجع الله مخبلة بيضة بيضة. بيضة. اي والله يا منى بيضة. يا يوم ما شلون بنية بيضة تقتل انجع ليك بس يا أنا ولد انجع شفت عليك مقتول. ايه الشعر يا ولد، بس قولي لي هذا شعرك مي شتة لو هو هيك يعني هو طبيعي لا أنا صبغته. صابقته ايه كل هيدا ما اللون يجي يصبغ شعري شعره. الطبيعي. حسس كل ما يطلع معي بينتقدني. يا ولد شو انتقدك ولا شو انت؟ حس حس يا ولد هي اذا ام تقول عليك تخبلين، يعني تخايل الموقف. أمك موجودة باللايف؟ لا بس راح تكون موجودة بدبي بأي لحظة. الله يخلي لك اياه. الله يحفظك. ايه وهيك هو حتى التليفون ما حتى التليفون معوج، كسر التليفون. يا اقول لك وخر سيرين بعد لا تدزيلي دعوة. ما عاد عاد ارسل. ما انت دزيت اللي اشو اش حاطه صفقة ظافر. وردي ايوه لازم تفتح صالون يا حس حس، لانه انت بتعرف بالجمال، يعني بتعرف الوحده شو بيلبق لها. هيك يعني المفروض تفتح هالمشروع. يا ول والله انت احلف علي كذا تلبسين قونية ما تطحين تطلعين حلوة. قونية ما تطحين تطلعين حلوة. انت لان عيونك حلوه يوم بتشوفني حلوه. يا ول يا عيوني عيون الدنيا كلها تشوفك حلوة مو بس عيوني. تسلم كلك ذوق. شو احكم نورهان الله يحكمك ان شاء الله. شو احكم؟ لازم تبلك على نورهان. لا هاي العزيزة هاي المشكلة هاي همات حلوة. مين نورهان؟ ما غيره نورشان أو نورهان؟ لا لا هاي نورهان.
اه اوكي، فكرت نورهان، نورشان لانه صديقتي بمزح ديش معها. نورشان هماتي انا حلوه ايه نورشان حلوة، عمتنا اللبنانية الله كارثة بعد نورشان لبنانية مش لبنانية. لا الأردنية عماتي انا تخبل ايه حلوين الاردنيات. وانت لبنانية تاخذ العقل تسلم، انت اللي شو اسمه بتجنن، تقبري قلبي تقبري قلبي تقبر قلبي انت والله. والله حس حس تقبرين ان شاء الله يلا مع السلامة باي، الله معك.